طيب شباب، نيجي للجزئية الثانية. طبعا الشباب قالوا فقرة بي ما هي معنى، فلذلك ما راح اشرحها، لكن عشان نتفق على شيء معين بس، ان ال ان الجي اللي هي يسمونها الجلوريوس فيلد لها نوعين. ممتاز، هي موجودة في الشابتر. وين هي؟ ايه، لها النوع الاول اللي هي الاكس، اللي هي راح الجمع في الـ في الـ في الاديشن راح تكون اكس اور، وفي الضرب راح تكون اند عادية. ممتاز. طيب بالنسبة لل glorious field، اذا كان فيه اس، ايش اللي راح نسوي؟ في الجمع راح تكون نفسها اكس اور، لكن في الضرب لا، راح تكون شيفت مع اكس اور. ممتاز، هي اكس اور صح؟ نتأكد بس، هي اكس اور. ممتاز. فاللهم صل محمد. في طريقتين للحل طبعا، في طريقة بالباينري لكل الأسئلة، طبعا في طريقة بالباينري، في طريقة بالبولينوميال. طريقة الفقرة A تقدر تحلها بالبولينوميال ما في مشكلة، لكن فقرة B ما يمديك. يمديك بس يعني راح تكون طريقة معقدة صراحة، فيفضل انك تحلها بالباينري. فلذلك راح نجي للسؤال اللي هو فقرة A راح نحله، بس فقرة B ما راح نحله، زي ما اتفقنا الدكتور قال ما هو معنا في الكوز على كلام الشباب. فراح نمسك الفقرة الأولى اللي هي A. عندنا أول شيء اللي هو الجمع. الجمع ما بشرح، اني شرحت صراحة فيديو، بقص الفيديو بنزله، بشرح بس الضرب. ممتاز، راح تنزل لكم كل الفيديوهات ما في مشكلة. اللي هي الاي، اي اللي هي اف اوف اكس ضرب جي اوف اكس. ممتاز. طيب اول شيء راح نكتب الجي اوف اكس كم قيمتها، اللي هي اكس 7 زائد اكس زائد 1. ممتاز، هذا الجي اوف اكس. طيب الاف اوف اكس كم؟ اكس اس 6 زائد اكس اس 4 اكس تربيع اكس زائد 1. ممتاز، من صاحب الاس الاكبر من المعادلتين هذه؟ طبعا الجي اوف اكس. فراح نمسك الاكس اس 7 ونضربها في كل الحدود، بعدها ناخذ الاكس ونضربها برضو في كل الحدود، ناخذ الواحد نفس الكلام بالضبط. طيب اول شيء راح يطلع معانا اللي هي الاكس 7 ضرب الاكس 6 جمع القوى، راح تطلع اكس 13. دقيقه انا عندي الحل هنا عشان بس لا غلط. والله كيف انسخ الصورة؟ اي طيب انا بشرح على الصورة هذه او بكتب افضل ما في مشكلة. طيب اول شيء راح تكون اكس 13. ممتاز، اللي هي عبارة عن اكس 7 ضرب اكس 6 زائد اكس 7 نضربها في اكس 4، راح تطلع معانا اكس 11 زائد الاكس 7 مضروبة في الاكس اس 2، راح تطلع اكس اس 9 زائد اكس 7 في اكس، راح تطلع اكس اس 8 زائد في الاكس في الواحد، صح انا ضربتها في الاكس، ايه في الواحد، راح تطلع اكس 7 زائد. خلاص احنا كذا خلصنا من الاكس 7. نيجي للاكس نضربها في الاكس 6، راح تطلع اكس 7 زائد اكس في اكس اس 4، راح تطلع اكس اس 5 زائد اكس في اكس تربيع اكس اس 3 زائد اكس في اكس اكس تربيع زائد اكس في 1 اكس زائد. خلاص كذا خلصنا من الاكس. نيجي لواحد، اكس اس 6 زائد اكس اس 4 زائد اكس تربيع زائد اكس زائد 1.
ممتاز ممتاز. طيب الآن باقي ما خلصنا، أي شيء متشابه راح نشطب عليه، إكس السبعة مع إكس السبعة، والإكس تربيع مع الإكس تربيع. هنا في إكس صح، هنا في إكس الحالة، هنا في إكس الحالة، والواحد ما في واحد، خل الواحد تقولي ما شطبت. طيب ممتاز، الآن بنشتغل بنفس الشغل اللي اشتغلناه من قبل، ممتاز، اللي هو قسمة. طبعا راح نقسم على ايش؟ اول شيء خلينا نرتب المعادلة، تطلع x اس 13 زائد x اس 11 زائد x اس 9 زائد x اس 8 زائد x اس 5 زائد x تكعيب زائد x اس 6 زائد x اس 4 زائد 1. ممتاز، هذا كله هنا راح نقسمه على مين؟ راح نقسمه على الام الام اكس. ليش؟ لان زي ما اتفقنا ان الضرب في الجلوريوس فيلد اذا كان فيها اس ما هو ضرب عادي تضرب بطريقه الاند وخلاص، لا، في شيء اضافي. الشيء الاضافي هذا في حاله البولينوميال انك راح تقول مود المعطى اللي عندك في السؤال اللي هو الام، والام ترى هي معطى في السؤال، هذه الام اللي هي الاكس 8 زائد اكس 4 زائد x تكعيب زائد x زائد 1. طيب نيجي الآن نقسم، فالقلم طفى إيه. طبعا صاحب الأس الأكبر هي المعادلة هذه، فيه اللي راح تكون جوا x 13، ونراعي زي ما اتفقنا على الفراغات، هنا x 12 x 11 زائد هنا x 10 x 9 زائد x 8 x 6 x 5 x 4 حاول صغر خطي زائد 4 في ثلاثة في ثلاثة x 3 زائد 1. اوكي برا راح يكون طبعا ممتاز. ناخذ الحد الاول الحد الأول x 13 على x 8 راح تطلع x أس 5 x أس 5، نضرب x أس 5 في المعادلة هذه كاملة، ممتاز. فأنا راح أخذ إيه أوكي والله مشكلة الخط هنا راح يكون فيه لخبطة، لذلك كان في هنا كان في x اس 3 كان في هنا تربيع طبعا الى اخره هنا واحد، ممتاز. طيب x اس 5 x اس 5 نضربها في المعادله كامله، x اس 5 ضرب x اس 8 اللي هي 5 زائد 8 اللي هي x اس 13 زائد x اس 5 ضرب x اس 4 x اس 9 x اس 5 في x اس 3 x اس 8 x أس 5 في x اللي هي x أس 6 x أس 5 في 1 اللي هي x أس 5، ممتاز. هذه بتروح مع هذه وهذه مع هذه وهذه مع هذه، راح يصفالنا x أس 11 زائد x أس 4 زائد x اس 3 زائد 1، ممتاز. نفس الكلام لا زال الاس هذا اكبر من هذا، راح نقول x اس 11 على x اس 8 راح تطلع معنا x اس 3 تكون x اس 3. طيب راح نضرب x اس 3 في المعادله هذه كامله،
x أس 3 ضرب x أس 8 حطينا x أس 11 امتياز x أس 3 في x أس 4 راح يعطينا x أس 7. هنا مشكلة نسيت أحط فراغات، ما في مشكلة. x أس 7 طيب x أس 3 في x أس 3 راح تعطينا x أس 6، x أس 3 في x راح تعطينا x أس 4، x أس 3 في 1 راح تعطينا x أس 3. طيب هذه بتروح مع هذه، والأربعة بتروح مع الأربعة، x أس 3 بتروح مع x أس 3، فراح يصفالنا x أس 7 زائد في شيء فوق ما في شيء، في 1 طبعا، x أس 7 شيء أنا مخطئ فيه أنا متأكد، دقيقة واحدة. x أس 6 أنا ليش طبت عليها؟ ما في شيء متشابه محوه عشان الخط حق الثلاثة معليش، زائد x أس 6 زائد 1. طيب لو نلاحظ أن السبعة اللي هنا أصغر من اللي هنا، فبكذا إحنا خلاص خلصنا وهذا ناتج ضرب، وآسف على الإطالة.